السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك لو شئت لجعلت الصعب سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وسلم. إلبو جوينت، طبعا كالمعتاد أول حاجة دايما لازم نعرفها في الجوينت نوعها إيه، وكل الجوينتس بتاعت الأبر لم اللي احنا خدناها دي كلها واللي جاية كلهم سينوفيال جوينت. الالبو جوينت بقى ملهاش غير اكسس واحد معدي بالعرض، اكسس واحد معدي بالعرض يعني يوني اكسيال والاكسس ترانزفيرس اكسس. اما يكون الجوينت يوني اكسيال والاكسس بتاعها من العرض يتقال عليها هنج جوينت. يعني كده هو زي ايه، مفصلت الباب كأن في مفصلة هنا وحطتها هنا كده، هو أنا عندي بالعرض والفور أرم ده زي الباب أهو، وعلى المحور الحركة ده اللي هو بالعرض ما أقدرش أعمل غير فليكشن وإكستنشن. نبص نلاقي الهنج جوينت ده هي بقى اليوني أكزيال الأرتيكولار سيرفيس بتاعها إيه؟ بروكسيمالي اللور بارت أوف أو اللور إند أوف ذا هيومرس، فيها كده أول حتة عاملة زي البكرة مدورة، فبكرة يعني تروكليا، فبكرة يعني تروكليا، وجزء كده هو مدور اسمه كابيتيولاما. نبص نلاقي ديستالي التروكليا دي بقى ميديالي هتعمل ارتكوليشن مع العظمة الميديال اللي هي الأبر إند أوف ألنا. والأبر إند أوف قلنا يا جماعة ده هنا هو في تو بروسيسز، واحد طالع هو لقدام الأخ ده اسمه كورونويد بروسيس، وواحد ما يبانش غير من ورا اللي هو الأخ ده اللي اسمه أوليكرينون بروسيس. والكورونويد ده طالع هو كده لقدام وانت بتبص كده من الجنب، والأوليكرينون ده طالع لفوق، وما بينهم في حفرة. الحفرة دي اسمها ايه بالظبط؟ ما هي الحفرة دي اللي هيلبس فيها بقى التروكليا اللي فوقيك، وعشان كمان بيتقال على النوتش دي تروكليار نوتش اوف ألنا. فيبقى التروكليا فوق هتعمل ارتكليشن مع التروكليار نوتش اوف ألنا، ده ميديالي. لاترالي الكابيتولام ده هي عاملة ارتكليشن بقى مع مين دول؟ مع الأبر سيرفيس أوف ذا هيد أوف راديوس. الكبسول بتاعتنا بقى يا جماعة كالمعتاد هي الاستمة بتاعتها إن أي كبسول في الدنيا، ودي حاجة أنت عارفينها من البيزك أناتومي، إن الكبسول دايما بتكون محوطة جوينت كومبليتلي، وأتاتشد فين؟ أتاتشد للمارجن of the articular surface. مادام بقى هي attached للمارجن of the articular surface هتبقى attached فين؟ مبدئيا هي attached للبيز of this bone اللي هي lateral epicondyle، يعني ماشي هنا كده، ونفس الحكاية على medial aspect attached للبيز of the medial epicondyle. وعشان كده تاخد بالك ان الميديال واللاترال epicondyle دول بره الكبسول. نبص نلاقي الكبسول هنا كمان بروكسيمالي هتكون جواها الفوسي اللي ريليتد للور اند اوف ذا هيومرس. ايه الفوسي دي بقى؟ في ثلاث حفر في اللور بارت اوف ذا هيومرس. دي اول حفر اسمها كورونويد فوس، كورونويد يعني لسه سامعها من شويه، كورونويد بروسيس ده مصل الكورونويد فوس دي اللي بتستقبل الحفره دي. اتعملت بايه؟ اتحملت عشان تستقبل الكورونويد بروسيس ده ساعه ما تيجي تعمل فول فليكشن للقلبه. أصل يا جماعة بيني وبينكم الحتة دي لو كانت مقفولة ومسدودة ومستوية وما فيهاش حفرة
كنت هتيجي تعمل فليكشن الالبو، كان الكورنوي بروسيس ده هيخبط في البون ويبقى انت عندك الفليكشن ليميتد وما تقدرش تعمل فول فليكشن. ونفس الحكايه من ورا الاكستنشن، لو العظم ما فوله مستوي كنت تيجي تعمل كده ما تعرفش تعمل فول اكستنشن. فانت عندك هنا هون ثلاثه بوني بروميننسز، لو العظم ما فيهوش حفر هتبقى الموفمنت ليميتد. اول حاجه الكورنويد بروسيس، لازم وانت بتعمل فليكشن عامل له حفره هنا يبات فيها اللي هي الكورنويد فوس. واخول الناحيه الثانيه الهيد اوف النا، لازم وانت بتعمل فليكشن اعمل لها حفره تبات فيها، يبقى دي اسمها راديال فوس. ومن ورا نفس الحكايه الاوريكليان بروسيس، ليه هنا هون اكبر فوسه بقى اللي اسمها اوليكرينون فوسا. وعلى فكره الكبسول بتكون اتاتشد جاست اباف الفوس ده، هي جاست اباف الاوليكرينون فوسا من ورا وجاست اباف الكورونويد والراديال فوسا من قدام. ديستالي هنبقى اتاتشد لايه؟ ديستالي هبقى اتاتشد للمارجن اوف ذا كورونويد بروسيس، ومن ورا ابقى اتاتشد للمارجن اوف ذا اوليكرينوم بروسيس. فيبقى احنا الكبسول ماشي عندنا اهي 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 اهي، والورا للاوليكرينوم، وهنا هتبقى اتاتشد لمين؟ هنا هتبقى اتاتشد للانيولار ليجمنت. ايه الانيولار ليجمنت ده؟ وان الانيولار ليجمنت ده يا جماعه محوط الهيد اوف راديوس. الكبسول بتبقى اتاتشد ليه وقافله هنا هون كده. في حاجه لازم ناخد بالنا منها كويس قوي يا جماعه، الكبسول اوف شولدر جوينت دي غير انها محوطه الالبو، دي نازله كمان سنه كده لتحت واتاتشد هنا هون تحت الجوينت اللي هناخدها اللي جايه دي، اللي ما بين الهيد اوف راديوس والراديال نوتش اوف النا. والجوينت دي اللي اسمها السوبيريور راديو النر جوينت. يا جماعه الكبسول بتاعه الالبو هي ممتده واخده كمان جواها السوبيريور راديو النر جوينت، فالكبسول واحده والسينوفيال ممبرين ممتد من فوق من الالبو ونازل انا هون في السوبير راديو النر جوينت، فالساينوفيال ممبرين واحد. تبان لك الحكايه دي حلوه قوي في الرسمه الجميله دي اللي رسمها لنا الدكتور معتصم ربنا يخليه لنا. اهي يا جماعه ده كده هون هنا، ده كات سيكشن، كات سيكشن مبين لك الالبو جوينت وده الجوينت كافيتي. وشايفين الجوينت كافيتي ايه ده؟ نزل لتحت كده ليه؟ نزل لتحت عشان دي السوبير راديو النر جوينت. فاحنا بيني وبينك الالبو جوينت بلعت جواها واخده جواها الجوينت الصغيره اللي تحتيها دي اللي اسمها السوبيريور راديو النر جوينت. الجوينت كافيتي مفتوح على بعض، السينوفيال ممبرين محوط كل حاجه ونازل محوط لك وعامل لايننج للكبسول هنا هون بتاع السوبير راديو النر جوينت. ونفس الكبسول نفس سينوفيال ممبرين نفس كل حاجه. يا ترى ايه الليجمنتس بقى اللي بتقوي الجوينت ده؟ في هنا اسطمبه لازم على فكره تكون حافظها. الاسطمبه دي تكون حافظها، احنا اتفقنا ده هنج جوينت غير مسموح الا بالفليكشن والاكستنشن. الكبسوله في قلبه يا جماعه ثين من قدام ومن ورا، رفيعه عشان تسمح بالفليكشن والاكستنشن، بس محظور تماما في الهنج جوينت ان يحصل ابدكشن وابدكشن. ازاي هنمنع الابدكشن والابدكشن يا جماعه؟ بيحصل سيكننج للكبسول على الميديال اسبكت وسيكنينج الكبسول على اللاترال اسبكت. ولو راجل بقى
تحاول تعمل ابدكشن. ده الميديال اسبكت اهو، ده ايه الليجمنت السكند اللي على الميديال اسبكت. لو جيت تعمل ابدكشن لبره الميديال ليجمنت اتشد ويعمل لك ستوب ليميتيشن اوف ابدكشن، والعكس صحيح. تيجي تعمل ادكشن في ثيكنينج في الميديال بارت، والثيكنينج اوف ذا ميديال بارت ده هو يتشد على طول اول ما تيجي تعمل ادكشن، يروح موقف لك الادكشن. ففي اي هنج في الدنيا عشان اعمل ليميتيشن للابدكشن والادكشن لازم بيكون في عندك ميديال ولاترال كولاترال ليجمنتس. ده الميديال كولاترال ليجمنت. ميديال واضح من اسمه على الميديال اسبكت اوف ذا جوينت، وعشان كمان يبقى ناحيه الالنا ولا الريديوس اكيد طبعا ناحيه الالنا، عشان كده ده اسمه ميديال كولاترال او النر كولاترال. وكلكم طبعا عارفين يعني ايه كولاترال زي اللي خدناها في الارترز. كولاترال يعني ماشي جنب. هو كولاترال وهو ماشي جنب الايه الكبسول وعامل سيكنينج للكبسول ومقويها على الميديال اسبكت. الميديال كولاترال او الالنر كولاترال دون اتفقنا ان هو بيمنع الابدكشن اوف ذا البو جوينت، وبيتكون من تو باندز. التو باندز دول هما الاثنين اتاتشد من فوق للميديال ابيكوندايل، واتشد اتاتشد من تحت لمين؟ اتاتشد من تحت الانتيرو دون للانتيرو بروسيس للمارجن اوف ذا كورونايد بروسيس. طب والبوستيرور اتاتشد لايه؟ اتاتشد بيلو للمارجن اوف ذا اوليكرينون بروسيس. نبص نلاقي على الناحية التانية على اللاترال اسبكت، طبعا ده ميديال فيو دي الالنا اهي وده الميديال ابيكوندايل. بص لي بقى على الناحية التانية لاترال فيو، وهنا في الراديوس اهي، في عندك لاترال كولاترال او اللاترال طبعا دون عشان ناحية اللاترال اسبكت تبقى ناحية الراديوس، هو اسمه لاترال كولاترال او راديال كولاترال عشان ناحية الراديوس. ده ماسك فوق فين؟ في اللاترال ابيكوندايل، ومن تحت نازل ماسك في مين؟ ماسك في الانيولار ليجمنت. الانيولار ليجمنت ده اللي ماسك فيه الكبسول اوف البو جوينت، وماسك فيه الكولاترال ليجمنت ده. ايه انيولار دايون؟ انيولار يعني الحاجه اللي ايه اللي محوطه حاجه، يعني ده ليجمنت محوط حاجه. محوط مين؟ محوط الهيد اوف ريديوس. فده ليجمنت محوط الهيد اوف ريديوس، تلات ارباع الهيد اوف ريديوس كده ومتحوطه بيه، فعشان هو محوط السيركمفرنس بتاع الهيد اوف ريديوس سموه انيولار ليجمنت. ده بالنسبه للميديال كولاترال واللاترال كولاترال، وعرفنا حقيقه حكمتهم ان ربنا يقوي الميديال اسبكت واللاترال اسبكت بتاع اي هنج عشان يوقف الابدكشن والادكشن. يا ترى الكبسول ده هي بقى قوية ولا لا؟ اتفقنا من قدام ومن ورا رفيع عشان تسمح بالفليكشن والاكستنشن، لكن اتفقنا ان احنا تخناها بليجمنت بالميديال واللاترال كولاترال ليجمنت على الميديال واللاترال اسبكت عشان اعمل ستوب وبلوك للابدكشن والادكشن. وخدنا بالنا ان الميديال واللاترال ابيكوندايل دول بره الكبسول اكسترا كبسول، وخد بالك ان الالبو جوينت والسوبير راديو النر جوينت هاف ذا سيم كبسول اند ذا سينوفيال ممبرين اوف ذا تو جوينتس ار كونكتد، يعني على بلاطه السينوفيال ممبرين واحد. نبص نلاقي الالبو جوينت ليها بيرسا. فين البيرسا دي بقى؟ طبعا هنا عندنا يا جماعه السينوفيال ممبرين بتاعنا المنقط اللي هو الدوتد لاين ده، كالمعتاد مبطن الكبسول ومغطي كل الاستراكشرز الانترا كبسولار ما عدا كالمعتاد الارتيكولار سيرفيسز. والسينوفيال ممبرين اهو بتاع الالبو نازل ومدلدل هنا كونتينوس مع السينوفيال ممبرين بتاع السوبير ريديو النر. نبص نلاقي هنا بقى في بيرسا
واتفقنا بيرسي يعني دي حاجة كده عاملة زي كيس النايلون فيها اويلي فلويد اللي هو سينوفيال فلويد عشان يلين الحركة ما بين التندون اللي ورانا دوت. جت ازاي الرسمة دي على فكرة؟ ده كات سيكشن بالطول في منطقة الالبو، وقطعنا اهو في البكرة في التروكليا، ودي التروكليا الماتش اوف النا. وايه الازرق ده؟ اي ارتيكولار سيرفيس متغطي طبعا بهايلاين كارتريج. ماشي، وايه بقى الازرق اللي بره ده؟ ده الكبسول بتاعتنا اتاتشد للمارجن اوف ذا ارتيكولار سيرفيس. اوكي، يبقى ايه الاخضر ده بقى؟ ده اللي مبطن الكبسول اللي هو السينوفيال ميمبرين. وايه الفراغ ده بقى؟ اللي هو الكافيتي اوف ذا جوينت. اللي ورا دي بقى الترايسبس، ما بين التندون اوف ترايسبس والكبسول اوف ذا البو جوينت في الاخ الاخضر ده. كيس نايلون وفي ماده زيتيه تلين حركه الترايسبس تندون مع الباك اوف ذا كبسول. فهنا في بيرسا ما بين التندون اوف تراي سيبس والباك اوف ذا كبسول اوف البو جوينت. ارتيريال سبلاي طبعا بالمخ كده اكيد الانستمويس اراوند ذا البو. نيرف سبلاي طبعا كلنا عارفين الحكمه الشهيره لاي نيرف عدى على اي جوينت لازم بيغذيه. مين النيرفات اللي معديه على القلبه؟ ماسكولو كوتينيوس والثلاثه الكبار الراديال والميديان والالنر، الثلاثه معديين على القلبه جوينت. ايه الموفمنتس بقى بتاعه القلبه اللي هتحصل؟ دي هنج، فالهنج دي غير مسموح فيها غير بالفليكشن والاكستنشن. مين الماسلز اللي بتعمل اكستنشن للقلبه؟ طبعا دي سهله، اكيد الماسل اللي ورا القلبه ده هي دي الأساسية اللي هي الترايسبس. يساعدها كده شوية الأنكونيوس مصل والسوبرفيشيال جروب of the back of the forearm. طب الفليكسورز، the main flexor of the elbow is brachialis، ويساعدها البايسبس، وطبعا انتوا ناسين اكيد البراكيولوديالس. البراكيولوديالس يا جماعه اللي بتعمل فليكشن ان ذا ميد برون بوزيشن. ميد برون يعني انت اديك دوا ما بين البرونيشن والسوباينيشن. البراكيولوديالس لو عملت كونتراكشن بتعمل فليكشن في الميد برون بوزيشن. نبص نلاقي برضو من الماسلز اللي بتساهم في الفليكشن الفليكسورز اوف ذا فور ار، اللي هي ناس ده بقى من الكومن فليكسور اوريجن معديه كده سنه قدام الالبو، وبتساهم برضه في الفليكشن اوف ذا فور ارم بس حاجه خفيفه. يا ترى ايه الريليشن بتاعت الالبو؟ عشان دي مهمه وعدت علينا كتير في حاجات كتير يا جماعه. قدام الالبو على طول بيكون في العضله الاساسيه اللي بتعمل الفليكشن براكيالس، والاثنين استراكشرز المهمين اللي معدين قدام البراكيالس في الكيوبيتال فوسا. مين يا جماعه اثنين مهمين؟ ارتري ونيرف معدين قدام البراكيالس. طبعا على الميديال اسبكت والموست ميديال استراكشر في الكيوبيتال فوسا الميديال نيرف، وجاست لاترالي البراكيال ارتري. طب مين بقى اللي ورا القلبه؟ سؤال بايخ، اكيد الترايسبس والانكونيوس. ميديال ليك في مين؟ الكومن فليكسور اوريجن، واوعى تنسى الالنر نيرف. الالنر نيرف يا جماعه بيكون معدي جاست بيهايند ذا ميديال ابيكوندايل، واحنا بنبص كده من ورا اهو معدي هنا جاست بيهايند ذا ميديال ابيكوندايل، وهو الميديال ريليشن للالبو جوينت. طب ايه بقى اللي على اللاترال اسبكت؟ سؤال بايخ، الماسلز اللي طالعه من الكومن اكستنسور اوريجن. الكومن اكستنسور اوريجن على اللاترال اسبكت، ومين كمان بقى على اللاترال اسبكت؟ الراديال نيرف ماشي قدامنا على طول على اللاترال اسبكت من قدام، والترمينيشن بتاع الارترز اللي عامله انستموزس على اللاترال اسبكت. مين الارترز اللي بتعمل انستموزس على اللاترال اسبكت؟ التو ديسندنج برانشز اوف بروفاندا براكياي.
ويبقى ده الـ relation of elbow joint. Thank you for good listening and good luck.